وبتعمل عملية مشكلة إمساك وحركة ووجع في منطقة فتحة الشرج، وخصوصا عند عملية الإخراج غدة البروستاتا من الغدد اللي طبعا موجودة عند الرجال فقط، وبصير فيها عملية زيادة في التضخمات اللي هي بتكون بالعادة التهابات وتضخمات حميدة، وهي بتحصل مع العمر بشكل كبير عند الرجال فوق، وخصوصا بعد سن 40 45. فحص غدة البروستاتا، الفحص الكلينيكي عند الطبيب بيتم عن طريق فتحة الشرج، بيتم عن طريق إدخال الإصبع وتحسس داخلي لمنطقة فتحة الشرج اللي هو من خلال هاي المنطقة ممكن الطبيب يعمل تحسس لغدة البروستاتا ويعرف إذا فيها تضخم ولا ما فيها تضخم. إذا منطقة فتحة الشرج هي المدخل إذا بدنا نخفف التهابات للبروستاتا، وإذا قررنا نستخدم زيت الخروع، إذا خدوا لكم هالوصفة بتوقع إنها هتساعد كتير ناس، مش بس اللي بيعانوا من تضخمات البروستاتا أو اللي بيعانوا من التقرحات في المستقيم في فتحة الشرج، اللي التقرحات المفتوحة الباسور والناسور، اللي عندهم بواسير سواء كانت بواسير خارجية أو بواسير داخلية داخل المستقيم لسه مش خارجي لبرا، كمان حيستفيدوا من هذا من هاي الوصفة. اللي بيعانوا من الإمساك خصوصا الإمساك المزمن، يعني كل يومين ثلاثة وبصعوبة يقدروا يروحوا على الحمام ويخرجوا، وحتى لو أخرجوا ما بيكون الإخراج كامل كما يجب. الناس اللي بيعانوا من التليفات في فتحة الشرج في المستقيم، التليفات هذه بتنتج نتيجة الالتهابات المتكررة والجروح المتكررة في المستقيم اللي هو آخر منطقة من الكولون، وبتم عن طريقه آخر شيء فتحة الشرج إخراج الفضلات، بصير في عنا تليفات على الجدران الداخلية، ومن هنا بنلاحظ انه صار في تضيق في حجم البراز اللي بيطلع، يعني حجم البراز صار زي القلم او اقل حجما من الوضع الطبيعي اللي المفروض يكون اغلط. على كل في هالحالة ما إلنا وصفة آمنة لنعمل التحاميل الشرجية التحميلة اللي يأخذوها الأطفال، تحميل للحرارة لتخفيف الحرارة، بتوضع في فتحة الشرج بتجيب نتيجة بشكل سريع. هلا اذا التحميلة بدنا نسويها من زيت الخروع، ومن نتيجة افضل بنوضع مع زيت الخروع، مثلا بنجيب لنا 3 معالق من زيت الخروع النقي، زيت الخروع الطبي اللي هو ممكن تشتروه فقط من مصدر موثوق او من الصيدلية، ما بدنا نأكله بس بدنا نحطه في التحميل، فلازم يكون نقي وكويس ونوعية جيدة. 3 معالق من زيت الخروع، وضيف له ملعقة واحدة من الصمغ العربي، أي نوعية من الصمغ العربي موجودة بين إيديكم بتطحنوها وبتثفوها مع زيت الخروع. هاي صار عندنا مكونين، هدول المكونين بعملهم على شكل الإصبع وبحطهم في الفريزر، بحطهم في الفريزر بأي شيء، المهم يكون زي قالب على شكل التحميلة على شكل الإصبع أو القلم. زيت الخروع بده 3 أيام تيتجمد، مش زي الزيوت التانية، يعني لازم نحطه في الفريزر 3 أيام وهو مخلوط مع الصمغ العربي البودرة، وفي هاي الحالة بناخد زي تحاميل مبردة باردة من الفريزر بنشيلها، وفي الفترة المسائية بنوضعها في كتحميلة، والصباح طبعا بتروح على الحمام وبتلاحظوا كديش خففت الالتهاب، كديش هاي التحميلة خففت من الألام، كديش هاي التحميلة سرعت من عملية إن ما نقعد على الحمام فترة بسيطة وكل عملية الإخراج تتم بشكل سريع.
وكديش هاي التحميلة عملت تغيرات في كل مجرى المستقيم والكولون ومنعت هالالتهابات ومنعت هالتقرحات وخففت ونشفت البواسير. طبعا زيت الخروع بخفف من هاي الامور مع عملية تكرار العملية هذه، يعني على مدى اسبوع كل يوم حط لي تحميلة، فبعد اسبوع حتشوفوا الفرق، مضاعفات جانبية مش موجودة. وما دام نحكي عن رجال وبروستاتا، طبعا اذا فيش موضوع الحمل، بس النساء الحوامل اللي بدهم يستخدموه للامساك او اي شيء تاني لا ينصح، لانه زيت الخروع ممكن يزيد عملية الانقباضات فلا ينصح فيه للنساء الحوامل خصوصا في منطقة حساسة كتحميلة، هم الوحيدين اللي ممكن يبتعدوا عنه النساء الحوامل. غير هيك اي واحد ممكن يستفيد من هالوصفة هذه. وبنتمنى لكم الصحة والعافية، تحياتي للجميع.